فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. رحمه الله تعالى. باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتح القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وزكريا النيسابوري كما قلنا، رواه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي من ثقات الأثبات، أكثر عنه الإمام مسلم ومحمد بن رمح، وهو أيضا من ثقات الأثبات برجال الصحيح، رواه له. قال: أخبرنا الليث بن سعد من خالة المصريين، وهو رجل كما قلنا من الفقهاء المحدثين، ثقة ثابتة رواه له الجماعة. ثم حول إسناده وقال: حدثنا قتيبة سعيد البغلاني من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب. شهاب الزهري أول من دون الحديث بحر الرواية، كان مدلسا ويغمر التدليس في بحر رواياته، ثقة ثابتة رواه له الجماعة. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير وهو الزاهد العابد التقي النقي، قال هشام: كان أبي صواما قواما، فكان يصوم ويقوم، وكان زاهدا عابدا منفقا في الله جل وعلا، وكان فقيها ثبتا في الحديث، روى له الجماعة. وعمرو بن عبد الرحمن، نعم، عن عائشة رضي الله عنها وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وعن رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وعن رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وعن رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي، ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وعنها رضي الله خير. عامة هذه الأبواب أبواب تبين لنا فضل الهدي إلى البيت، وهذه من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات، حتى أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج قال: العج والسلج. هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، وصل لربك وانحر، فالدماء ونحر النحر لله جل وعلا من أفضل الطاعات. وتعظيم البيت بتعظيم بأن يقدم له الهدي، كان هذا من تعظيم شعائر الله جل وعلا، وقد بين الله أن من تعظيم شعائر الله تدل على تقوى القلوب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت ولم يكن محرما ولم يذهب إلى البيت، فيها أيضا جواز أن تهدي للبيت ولم تكن محرما، ولا يحرم عليك ما كان يحرم على المحرم كما سنبين. هذه الأبواب فيها مسألتان عظيمتان. المسألة الأولى قول عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فقلدها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي كانت تصنعها، وأن سلم يعلق ذلك على رقبة البعير أو الشاة. المسألة الأولى: فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، استدل به بعض العلماء الذين يقولون بوجوب المهنة للمرأة في البيت، وأنه من حسن تبعل المرأة لزوجها، أنه يجب عليها خدمة الرجل، يجب عليها خدمة الرجل، لا سيما وأن الله جل وعلا قال: وعشرون معروف، وقد جعل لها الحق وجعل له الحق كما أن لها الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. قالت: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. قال: ولو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فقال: ولأن تلعق صديد جرحي ما وفت له حقه. قال: فمن حق عليها مهنة البيت، يجب عليها العمل ومهنة البيت. هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. قالوا بذلك بوجوب المهنة، واستدلوا بعد هذا الحديث فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: اشحذي السكين يا عائشة، اشحذي السكين. يريد أن ينحر فقال لها: اشحذي السكين، حميها يعني، واشحذي السكين أمر، والأمر دلالة على الوجوب. وبعضهم قال، وقول جماهير السلف والخلف، قالوا: لا يجب عليها العمل في البيت، عوجان المرأة سيزيد الآن، وده حق. قالوا: لا يجب عليها العمل بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين
بأن مال الرجل على المرأة أن تمكنه من نفسها فقط، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فحلت له ما حرم عليه بأن تمكنه من نفسها فقط، هذا الذي عليها أن تمكنه من نفسها، وهذا الواجب عليها ولا يجب عليها العمل بحال من الأحوال. الإمام مالك خالف بذلك، طبعا هنا يقولون بأن الأصل عدم الوجوب، وأن كما قلنا بأن النفقة تجب عليه بأن تمكنه من نفسها فقط، هذا الذي عليه. القول الثالث هو قول مالك وسط بين القولين، قال الأمر يرجع إلى عادته في بيتها، الأمر يرجع إلى الأعراف، إن كانت من بيت هي مرفهة لا تعمل ولا تضع يدها في شيء فلا يجب عليها مهنة البيت، وإن كانت من بيت هي تعمل وتسعى وتكد في هذا البيت فنقول يجب عليها أن تعمل. إذا المسألة دائرة على عيشتها، دائرة على ما اعتادت عليها، والحق كل الحق أنه لا يجب عليها عمل البيت، لا يجب على المرأة عمل البيت، ليس من الوجوب عليها أن تعمل البيت، بل الواجب عليها أن تمكن الرجل من نفسها فقط حتى يتعفف بها وأن تحسن تربية الأولاد، ولا يجب عليها مهنة البيت. وما ورد من حديث عائشة فتلت قلائد النبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على حكاية فعل لا يدل على الوجوب، هي احتنت وهذا من الاحتان، والأمة أجمعت على أن من حسن التباعد أن تؤدي له ما يريد، فلذلك قالوا هذا حكاية فعل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اشحذ السكين، هذا على بابه من إيش؟ من التعاون، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله في البيت. فالصحيح الراجح هو قول الجمهور، وأنه لا يجب على المرأة العمل في البيت بل يستحب، هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية هو أن السلام بعث بالهدي تعظيما لشعائر الله جل في علاه، قال فتبت القلائد، ففيها دلالة واضحة جدا على إشعار الهدي، والإشعار سنة، وقد سبق وأن فصلنا ذلك بأن الأحناف قالوا بعدم جواز الإشعار، والجمهور قالوا بجواز الإشعار، أما الأحناف فقالوا الإشعار لا يجوز لأنه وسط ولأنه إيش؟ مثلة، والمثلة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الراجح أن فصلنا قبل ذلك هذا القول، فالصحيح الراجح أنه يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للحاجة ليظهر للناس أنه من شعائر الله، لا سيما أن أهل الجاهلية لا من أهل الإسلام كانوا يعظمون الهدي الذي يهدى للبيت. مسألة ثالثة في هذا الباب أنها قالت ما حرم على المسلم ما كان حلالا له، ففيها تفريق بين من أهدى للبيت محرما ومن أهدى للبيت وهو غير محرم، فمن أهدى للبيت وهو غير محرم فلا يحرم عليه شيء، يأتي النساء ويأتي الطيب ويلبس المخيط لا شيء عليه، لأنه بهديه للبيت هذا من باب الصدقات من باب التطوعات، فلا يحرم عليه شيء كان حلالا قبل ذلك، ليس كالمحرم الذي إذا أهدى يحرم، إذا أحرم وأهدى للبيت يحرم عليه الطيب وقص الأظفار والشعر وغير ذلك من محرمات الإحرام. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها فما حرم عليه شيء كان له حلا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، فلا أطيل على الإخوة بالأبواب الأخرى، أبواب ثالثة، الأبواب الثلاثة إن شاء الله لعلنا نبدأ بها الأسبوع القادم حتى لا نتهاون في مسألة الحج فننتهي منه بسرعة. الفوائد المستنبطة من الأبواب الماضية في أبواب الصلاة، منها أولا الإنكار، جواز الإنكار على ترك المستحبات، جواز الإنكار على ترك المستحبات، وهذا يستدل به على فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر على عثمان بن عفان كيف يأتي الجمعة ولم يغتسل وتوضأ فقط، فجواز الإنكار على المستحبات، وهذا أصل من الشرع كثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لعمر بن العاص، لعبد الله بن عمر بن العاص، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل و تركه، فهذا إنكاره الآن مع أنها مستحبة بالاتفاق وهي أفضل المستحبات لكن مستحب. فالرجل قال للنبي والله لا أزيد، والله لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، هذا بالنسبة للذي ترك النوافل والقيام الليل من النوافل، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تكن مثل فلان كان له من الليل ثم تركه، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في الوتر وهو يعني كان يوقظها من أجل أن تصلي الوتر، إنكار بالفعل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ينكر على المكروهات أيضا كما ينكر على ترك المستحبات، ينكر على فعل المكروهات، كما قال للرجل الذي شرب قائما قال تريد أن يشرب معك الهر، قال لا، قال أشرب معك من هو أشر منه يشرب معك
الشيطان فأنكر عليه بأبي هو وأمي. وأيضا عند من يقول بأن استقبال القبلة واستدبارها من باب المكروهات يقولون إنكار هنا إنكار للمكروهات, إنكار للمكروهات. وهذا بحر آخر قد بيناه وفصلناه في الطهارة في مسألة الاستقبال والاستدبار إما البنيان أو غير البنيان. هناك قول خمسة أقوال من الأقوال أنه قالت المسألة على الكراهة في البنيان وغير البنيان, جمعوا بين النهي وبين إيش وبين الفعل. انجليزي فاهم مش فاهم صح اللي جنبه مش مهندس مش فاهم يبقى كده الجنب ده كله مش فاهم, اللي فاهم من هنا يرفع ايده, واحد بس اللي فاهم. يا لا ما بكلم نفسي حبايبي. استقبال القبلة واستدبار القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة, احنا فصلنا القول في الطهارة وقلنا فيها خمسة اقوال في ايه فيها خمسة اقوال تذكرون حبوب صاحب الشعر تذكر؟ طب ما رفعتش ايدك مع الفهمين ليه؟ رفعت ما عادش انا اسف مش بشوف مشاغب مقلوب العقل فاهم؟ في خمسة اقوال يعني المهم ان انت تعرف ان فيها اقوال. في قول منهم بالكراهة, جابوا الكراهة منين؟ قالوا عندنا حديث ابي ايوب حرم لا تستقبله ولا تستدبره وكنا نستغفر الله صح. وعندنا فعل حديث ابن عمر قال ارتقيت على بيت حفصة فوجدت نسلم على الابنتين يقضي حاجته, يستقبل بيت المقدس ويستدبر ايش الكعبة. قالوا عندنا فعل وعندنا فالفعل صرف القول من النهي الى من التحريم الى ايه طيب اذا لما ينكر النبي قلنا انكر المكروهات هو الان عندما يقول بايه بانها مكروه. طب الفائدة الثانية فضل الصحابة في قبول النصيحة, فضل الصحابة في النصيحة وفي قبول النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا من يا رسول الله؟ قال الله ورسوله إلى أئمة المسلمين. هذا بالنسبة والنصيحة على أقسام, نصيحة للرعية ونصيحة للراعي, نصيحة للعامة ونصيحة للوالي. لا يجوز بحال من الأحوال النصيحة للوالي علنا, لا يجوز بحال من الأحوال, وهذا مخالف لدأب السلف. قد حدث الإجماع من السلف على أن نصيحة لولاة الأمور أو للولاة لا للرعية سرا لا جهرا, لا يجوز بحال من الأحوال النصيحة. وأما بالنسبة للرعية يجوز ذلك, ولولي الأمر أن ينصح جهارا أو ينصح سرا حتى والمسألة مآلها إلى اجتهاده حتى يرى الصالح في هذا الباب. ولي الأمر له أن ينصح علنا وله أن ينصح سر, وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر, فكان ينصح تارة علنا وتارة سرا وتارة ينصح علنا ويعمي يقول ما بال أقوام يفعلون كذا, هذا ولي الأمر. فعلي عمر بن الخطاب ولي الأمر نصح عثمان علنا ليبين أن هذا عثمان من الأخيار, ليس له أن يترك المهمات التي يعلو بها إلى السماء. أما بالنسبة للولاة وولاة الأمور لا يجوز ولا يصح كما قلنا النصيحة علنا بحال من الأحوال في هذا الباب. وأما الرعية فيجوز, وهذا عمر بن الخطاب قد نصح الرعية وقال لعثمان بن عفان والوضوء أيضا. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاغتسال, فضل الصحابة فضل عمر بن الخطاب وفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهذه أيضا تدلك على أنه ليس من شرط الولاية أن يكون المرء يفعل كل المستحبات ويترك كل المكروهات, ليس من شرط الولاية. بل أعظم أولياء الله قدرا عثمان بعد أبي بكر وعمر, أعظم أولياء الله قدرا, ومع ذلك ترك الفاضل وأتى بالمفضول, ترك الاغتسال وإيش وأتى بالوضوء. ما قد يترك بعض المستحبات وقد يفعل بعض المكروهات. بل قال علماؤنا لا يشترط في ولي من أولياء الله جل وعلا لا يقع في المعصية, يشترط فيه ألا يصر. ويل لأقمع الأقوال, ويل للمصرين, ما قال للمخطئين, لما قال في المخطئين كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الفائدة الثالثة الدليل قائدهم, مالي مالي ولك يا مالي, ما الذي جعلك تتأخر علينا يا حبيبي؟ نعم يا بابا كان عندك ايش ضيف ليش من لم تأتي به؟ ما يعرف العربية؟ ها ولا بالله عليك كلمني بالعربي, ذهبت به الى المطار وما احد غيرك يذهب به,
قد أحسنت إليه ووفيت وكفيت. شوف شوف اللي بتحتضر. والصلو جاء، تعالى صاحب المقصور، والصلو جاء. المال هذا أستاذ حق على كل واحد طالب علم هنا، مالك خايف ليه؟ ليش بتزول لي هكذا؟ حق على كل واحد يقبل يدك يا أخي. والله أنا أقبل يدك بعد ما ينتهي الدرس إن شاء الله. ترضى ولا ما ترضى؟ ليش ما ترضى؟ ليش؟ مش سامع يا مالك. لا والله أنت تستحق ذلك، وسأقبل يدك بعد ما انتهي من الدرس إن شاء الله، وسترى بإذن الله. طيب إذا فضل الصحابة الدليل قائده، الدليل قائده، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس بالتمويل. لا هوى، هم يعلمون أن المسألة دائرة على الدليل، من الله الرسالة ومن رسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة، طبقوها واقعا يعيشونه صحابة رسول الله. فلما قال له عمر بن الخطاب قال وعلمت أن الرسول أمر به، كأنه يقول وعثمان لما أسمع قال الرسول يقول سمعت وأطعت. وهذا كان دأب الصحابة عندما كانوا يتكلمون في مسألة يختلفون فيها، يصدرون الباب بإيش؟ بالرسول، لأنهم يعلمون أنهم يعظمون جدا قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه، على الحب على 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 السمع والطاعة وحبا وكرامة. لذا أذكره مصعب بن الزبير، أريد أن أتذكر المسألة يغفر الله لنا. سامحوني ناسي المسألة، مسألة عظيمة جدا أعتقد في الطهارة أو في غير ذلك. أنكر مصعب بن الزبير على مسألة معينة، فدخل عليه أنس أو غير أنس، قال أو تنكر ذلك وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بها؟ فقال فخر مصعب على الأرض فوضع خده على التراب وقال حبا وكرامة وعلى العين وعلى الرأس ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أرفع وجهي حتى أسمع وأطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. أريد أذكر المسألة إن شاء الله أسألها بإذن الله، نجلس الله تعالى يذكرنا بها قريبا، لكن الذي أذكره هو الموقف العظيم الذي فعله مصعب بن الزبير، وضع خده على التراب عندما قال له أو ما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ قال حبا وكرامة على عين الرأس ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم لله جل في علاه، وتعظيم شرع الله تعظيم للنبي، وتعظيم لربهم جل في علاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ما ينفعنا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا جميعا على خير وفي خير، وثبت لنا خير ما حيينا أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعنا خير الرسالة. وعنا خير الرسالة. وعنا خير الرسالة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.